ممكن نحكي شوي؟ اختي سيفدا ما سكر الباب. طالما الباب مفتوح لسه في امل. علي، جاوبيني، انت من ايمتى بتعرفي انه ابوك قتل ابن سليمان؟ بترجاك قل لي انه هالشي كذب، بترجاك قل لي انه كذب. بتمنى انه يكون كذب خيرية. الرجال اللي قتلت له ابنه علي وصل لي ولقاني. علي، انا سألتك سؤال واضح،